بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، يوم جديد واستاذ الأهلي. النهاردة هيكون عندنا وصف تفصيلي لكل ما يحدث في الدوري الممتاز الجولة 16، وأيضا مباراة الأهلي والنصر إن شاء الله على تقام غدا في إطار اللقاءات المؤجلة من الجولة الثامنة من دوري الممتاز. وهيكون معنا بصحبتنا نجوم مصر الكبار، كابتن مصر النادي الأهلي كابتن شريف عبد المنعم، وأيضا كابتن مصر والنادي الأهلي الكابتن ربيع ياسين. ولكن في البداية حابب أتكلم مع حضراتكم كابتن محمود خطيب بالأمس رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي و مؤتمر مشروع القرن، مؤتمر استاد النادي الاهلي وحلم الملايين والملايين من عشاق النادي الاهلي انك لازم يكون عندك استاد. استاد النادي الاهلي هيعطي النادي الاهلي نقله نوعيه في العديد من المجالات، من المجال الاقتصادي، المجال الاستثماري، لان انت تخش في اطار العالميه. كل الانديه في مستوى العالم تقدمت بسبب ان انت يكون عندك استاد. لو خدنا مثال الكره الايطاليه، لماذا ايطاليا تتخلف عن باقي الانديه؟ ولو شفنا نادي اليوفي، لماذا اليوفي هو اللي بيوصل لنهائي دوري ابطال اوروبا؟ لماذا اليوفي هو اللي قادر على مواصله ومواكبه التطور اللي بيحدث في كره القدم من الناحيه والقيم الماليه والاستثماريه؟ بسبب ان اليوفي من الانديه الوحيده في ايطاليا اللي عنده ملعب خاص، هو اليوفي ارينا. هذا الملعب بيدعم فريق اليوفي بشكل كبير. ادي امام حضراتكم المؤتمر اللي استمتعنا بحضراتكم مع حضراتكم به بالامس، ووجود الكابتن محمود الخطيب وطبعا كل الساده الضيوف الكرام. وتحدث عن حلم الملايين، انك يكون عندك استاد يبتدي يكون عندك قيمه تسويقيه. استاد هيكون فيه فندق، وهيكون فيه فندق ابتدى الكلام على 100 غرفه اصبح فيه 140 غرفه. ده في الشكل والتصميم المبدئي. انك تتكلم على استاد كان بدايه الكلام 40,000 متفرج، اصبح من المتوقع ان شاء الله يكون فيه 60,000 متفرج. الاستاذ طبعا تركي الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الاهلي اللي تحدث عن استثمار مصري سعودي اماراتي. هذا الاستثمار المصري السعودي الاماراتي هيدي نقله كبيره جدا بالنسبه لهذا المشروع. ان شاء الله في حاله وجود التراخيص اللازمه هيتم العمل في 16 شهر، يكون منجز هذا المشروع الكبير، حلم للملايين، انك ازاي يكون عندك ملعبك، يكون عندك استادك، جمهورك انت طبعا بتدي له خدمه على اعلى مستوى، لان جمهور النادي الاهلي يستحق اكتر من كده. جمهور النادي الاهلي جمهور نادي القرن. ايضا سمو طبعا الاستاذ تركي الشيخ تحدث عن ان المستثمرين عايزين يدعموا اكثر من كده، عايزين طبعا اللي مشجعهم وجود النادي الاهلي وقيمته وشعبيته الجارفه الكبيره، على الاقل 80 مليون مشجع بيتكلموا طبعا بيحبوا النادي الاهلي، ولما يكون عنده ملعبه واستاده بيوفر له خدمه على اعلى مستوى، ان انت تروح تشوف في ملعبك، تشجع عندك دخلتك، طبعا المنافع اللي موجوده او الفاسيلتيز اللي موجوده داخل هذا الاستاد، وجود اكاديميه للنادي الاهلي وناشئين النادي الاهلي. انت ابتديت تواكب التطور، ابتديت تخش في اطار العالميه. الديزاين، الشركه اللي عملت ملعب ويمبلي ستاديوم من اكبر وافخم الملاعب على مستوى العالم، وانت دلوقتي الملعب لا يقاس فقط بمنظر الملعب، انت بس بتشوف منظر الملعب، ولكن الامكانيات اللي موجوده، المنافع اللي موجوده، الفاسيلتيز اللي موجوده داخل هذا الاستاد، هو اللي بتدي له قيمه كبيره جدا. النادي الاهلي نادي القرن، وان شاء الله يكون مشروع الحلم ومشروع القرن كما أطلق عليه يكون في الوقت المناسب، عشان يكون خدمة ومفاجأة الصراحة ألهلنا الكابتن محمود الخطيب امبارح بالأمس في المؤتمر. أيضا النهاردة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبداية مبشرة لعام 2018، أن تم تكريم الرياضيين. والصراحة استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الرياضيين الفائزين بميداليات وجوائز في البطولات الرياضية العالمية في 2017 والأجهزة الفنية اللي تولت تدريبهم، ومنحهم الرئيس أوسمة الرياضة للأبطال الرياضيين. حضر مراسم التكريم للدكتور مصطفى مدبول القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، مهندس خالد عبد العزيز بالتأكيد وزير الشباب والرياضة، وأيضا
فضلا عن رؤساء جهاز الرياضه للقوات المسلحه واللجنه الاولمبيه واللجنه البارالمبيه، بالاضافه الى عدد من رؤساء الاتحادات المصريه الرياضيه المصريه، وقام السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان سياده الرئيس عقد لقاء مع الابطال الرياضيين والاجهزه الفنيه، حيث اعرب عن استعاده ببدء العام الجديد بالاحتفاء بهؤلاء الابطال، مشيدا بالانجازات اللي حققوها والتي تساهم في رفع اسم مصر على المستوى الدولي. بالنسبه لابطال مصر في كل الرياضات من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن أبطال مصر اللي في كل المجالات وكل الرياضات، أن يتم تكريمك على أعلى مستوى من الدولة، دي بداية مبشرة لعام جديد، لأن أنت بتحس أن أنت مجهودك وتعبك اللي أنت حصلت فيه على ميداليات الجانب المعنوي من جانب الدولة، الدولة بتقدره. إذا أنت عليك يعني مواكبة المشوار وأن أنت تكمل انتصاراتك عشان الدولة حاطة عينيها عليك، ومش بس الدولة، ده كل ال100 مليون مصري مستنيين منك انك تقدم وتجيب الميداليات. احنا معنا على الهاتف البطل العالمي لرفع الاثقال ومتحدي الاتجاهات الخاصه الكابتن طارق مصطفى وهدام. مساء الخير يا كابتن والف مبروك. مساء النور. برحب بحضرتك ومبروك النهارده، تكريم مهم جدا من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وبدايه مبشره لعام جديد. ربنا يخليك يا فندم، فعلا بجد مش عارف اقول لك ايه. والله انا كنت مبسوط جدا بالتكريم ده، وكنت في غايه سعادتي لان الحمد لله تم تكريمي النهارده مع لاعبين كتير في رياضات اخرى بالنسبه للباقين. طبعا كان بالنسبه لي فرحه وسعاده غير عاديه، لان بدايه السنه الجديده بيتم تكريمنا من سياده الرئيس. حافز ليا طبعا زي ما حضرتك ما قلت ان انا اقدر اكمل مشوار التدريب، واقدر اكمل مشوار ان انا ان شاء الله في اكتر من بطوله اقدر احقق اكتر من ميداليات وافرح ال 100 مليون. طيب كابتن طارق، كلمني الاول عن انجازك، كيف حققته في بطوله العالم للمكسيك؟ بتلعب تحت وزن كام؟ لان دي حاجه مهمه عايزين الساده المشاهدين كلهم يتعرفوا بيك اكتر. لا يا فندم والله بص، هي الحكايه كلها انا كنت اول بدايتي خالص كانت سنه 2014، دي كانت اول ميداليه ليا في حياتي، كانت بطوله الجمهوريه. لكن لو هنتكلم على بطوله كاس العالم اللي هي كانت 2017، انا كنت بلعب في ميزان 97 كيلو، قدرت اني الحمد لله اشيل 162 كيلو وحصلت على الميداليه الذهبيه. طيب حسيت بايه وجودك قدام الرجل الاول في الدوله سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بيكرمك بنفسه؟ اكيد اديتك دفعه كبيره. فعلا زي ما حضرتك قلت، دفعه كبيره جدا، وقد ايه شرف ليا، وقد ايه فخر، وقد ايه انا مبسوط بنفسي، وقد ايه انا فرحان باللي انا عملته، وانا لسه ما عملتش حاجه. انا ان شاء الله بوعد كل الناس اللي بتستنى كابتن طارق او طارق وهدان او ايا كان اللي بيقولوا اسم ايه، انا بوعدهم ان في اكتر من بطوله جايه ان شاء الله. انا بستعد ان شاء الله لبطوله طوكيو 2020 الاولمبياد، ف يعني اتمنى ان انتوا تكملوا دعواتكم وتكملوا تشجيعنا، لان احنا فعلا محتاجين الموضوع ده. لكن بالنسبه لرئيس الجمهوريه ده كان فعلا حافز كبير جدا لينا، وكمان ان هو يعني هو كان كلامه معاكوا ايه يا كابتن طارق؟ نعم؟ كان كلامه معاكوا ايه لما اتقابل معاكوا وهو عمل معاكوا لقاء؟ اتكلم معاكوا في ايه؟ والله بص، هو حضرتك هو ما كانش فيه لقاء، هو كان بس اللي هو مجرد ان احنا كنا بنسلم على سيادته، كان بيدينا الوسام. نعم. وكان ممكن نتكلم مع دقيقه او دقيقتين، لكن ما كانش فيه موضوع بعد ال يعني كان بيقول لكم مثلا شدوا حيلكم اللي جاي، بيبقى فيه كلمات تحفيزيه؟ بالفعل فعلا حصل كده، يعني بعد ما خلصنا التكريم قال شدوا حيلكم، عايزين اكتر من ميداليه، عايزين المزيد من التفوق، وعايزين اكتر من ميداليه ان شاء الله موسم 2018، وانا فرحان بيكم وانتم فخر للمصريين، واتمنى ان انتم تشدوا حيلكم شويه في التدريب. عايزين الناس اللي جابت مركز ثاني تبقى اول، عايزين المركز اللي جابه ثالث يبقى ثاني والثاني يبقى اول، وعايزين الناس اللي حققت ميداليه ذهبيه يبقوا احسن من كده ويبقوا ويشرفونا دايما في اي بطوله خارجيه. طب كابتن طارق، انت دلوقتي بقى اصبح عليك مسؤوليه، انت حققت انجاز كبير جدا، والان طبعا الشعب المصري كله بينتظر منك المزيد، توعد الشعب المصري بايه؟ ان شاء الله يا فندم اوعدكم، اولا ان في ان شاء الله في بطوله في شهر 7، بطوله افريقيا، اوعدكم ان شاء الله هحاول بل وهثبت ان ان شاء الله بطل، وهعرف ان كل المصريين ان اللاعب طارق مصطفى وهدان
فعلا زي ما حقق ميداليه ذهبيه في بطوله المكسيك هيحقق ميداليه ذهبيه في بطوله افريقيا. كابتن طارق، ان شاء الله. بالنسبه لرياضه رفع الاثقال، انت بيبقى يعني بتنافس الوزن وبتنافس نفسك قبل ما تنافس المتسابقين التانيين، يعني ازاي وصلت لهذه القدره ان انت تقدر تحقق انجاز كبير زي اللي عملته في كاس العالم في المكسيك؟ والله يا فندم بص حضرتك، زي ما قلت هو فعلا ده انجاز، بس بالنسبه للثقل انا دايما اكيد لازم اكون متمرن عليه ومتعود عليه، ان هو اكيد هيبقى تقيل، لكن انا متمرن عليه اكثر من مره في التدريب مع الكابتن محمود نبيل، لان انا لازم اسافر بطوله ولازم ابقى واثق من نفسي وعارف انا رايح اعمل ايه، انا رايح اشرف بلدي، رايح اخلي دوله المكسيك او الدول اللي كانت مشاركه معايا تسمع علم بلدي، تسمع نشيدي الوطني، وانا بردده وكل اللاعبين المصريين بيرددوه، لان ده فخر ليا وفخر لجميع المصريين اللي بيتفرجوا على البطولات اللي هي الالعاب الاولمبيه او الالعاب البارالمبيه. طيب وانت بتاخد الميداليه اول حد جه في دماغك كان مين؟ اكيد بص اكيد اهلي، يعني والدتي ووالدي اكيد اخو اول ناس، يعني انا عشان يعني مش كبير قوي سني حوالي 19 سنه، فانا مش كبير قوي ان انا مثلا افكر في حد تاني، اهلي اول ناس، ثم بلدي، ثم يعني الناس اللي فرحانه والناس اللي كانت مستنيه الميداليه دي، جدي وجدتي وباشمهندس عمرو وهدان اخويا وعلا اختي، يعني ناس كتير قوي قوي كنت بفكر فيهم، بس اللي كنت دايما بفكر فيه انا خلاص انا يعني انا عديت المرحله دي او عديت السلم ده، ده كده اول سلم انا يعتبر مشيت عليه، اللي بعد كده ايه؟ لا لازم افكر في ان اللي بعد كده، لا انا ان شاء الله خلاص مشيت دي يعني هركز في اللي بعديها. نعم، ربنا طبعا كده دايما يجيب انجازات، واحنا بنشكرك شكرا جزيلا والف الف مبروك، وان شاء الله تستمر في مواصله الانجازات الكبيره. طبعا الرياضه المصريه تحتاج الى هؤلاء صراحه، دول نموذج لكل شبابنا، دول نموذج لكل المصريين. الرياضات ولعبه رفع الاثقال من الرياضات الصعبه والثقيله، ولكن احنا هنا في مصر مميزين في هذه الرياضه، مميزين كمان في الرياضات اللي فيها قوه بدنيه، سواء ملاكمه، سواء تايكوندو، سواء رفع اثقال، سواء مصارعه، احنا عندنا ما شاء الله ربنا مدينا قوه كبيره جدا في هذه الرياضات، هذه الالعاب، وعندنا ابطال موهوبين. هتقول لي طب رفع الاثقال فيه موهبه؟ اقول لك ربنا بيديله موهبه وبيديله قوه وعزيمه انه يقدر يرفع الوزن التقيل جدا دوت بشكل معين، بتكنيك معين، والقوة العضلية ربنا مدينا في مصر حتى في رياضة كمال الأجسام، احنا عندنا أبطال على أعلى مستوى على مستوى العالم، يعني كل دلوقتي بيتابع البيج رامي في مستر أولمبيا، عندنا نفس الشيء بالنسبة لأبطالنا، وبصوا لميدالياتنا، محمد إيهاب في رفع الأثقال حاجة جميلة جدا وحاجة مشرفة، وده نموذج لأن مفيش مستحيل الرباع رفع الاثقال، مفيش مستحيل. بالنسبه ايضا للرياضات الثانيه اللي نفسنا انها تخش الاولمبياد زي لعبه الاسكواش، لعبه كلها فن، لعبه كلها مهاره، وعندنا تكريم ايضا من سياده الرئيس الجمهوريه لنجوم الاسكواش، واحنا معنا على الهاتف الكابتن علي فرج المصنف في تاليس عالميه ومنتخب مصر طبعا في الاسكواش. مساء الخير يا كابتن. مساء النور، اهلا وسهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيبين جميعا. وانت طيب، والف الف مبروك، تكريم مهم جدا النهارده من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. الله يبارك في حضرتك، يعني هو يعني تكريم اكثر من مهم الحقيقه، هو حلم اي رياضي انه يبقى يتكرم من رئيسه في اي دوله في العالم، فكمان يبقى وسام الرياضه من الطبقه الاولى، ده حاجه شرف كبير جدا لينا. كابتن علي، هل حسيت ان ده يعني نتاج لمجهودك وتعبك انت وزملائك الابطال اللي تم تكريمه النهارده، ان يكون يعني الشخصيه الاولى في الدوله سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي هو اللي بيكرمك بنفسه في بدايه للعام الجديد؟ اكيد، يعني هو زي ما بقول لحضرتك هو ده اكبر شرف ممكن يحصل لاي رياضي في اي دوله، انه يتكرم من اكبر جهه سياسيه في الدوله سياده الرئيس، فده كان شرف كبير جدا لينا وحاجه عمرنا ما هننساها. بس اللي عايز اقوله الحقيقه ان هو مش مجهود شخصي زي ما حضرتك قلت، هي تبقى مجهود فريق عمل كامل واهمهم الاهالي، يعني احنا اهالينا هم فعلا الناس المفروض يتكرموا لان تعبوا معانا جامد جدا. انا متاكد لو حضرتك سالت اي حد من 39 رياضي اللي طلعوا على المنصه النهارده هقول لك انا اهلي هم السبب الاول والاخير في نجاحنا. طيب انت تم اختيارك رئيس لرابطه اللعيبه المحترفين البي اس اي اعتقد. مظبوط، ده صحيح. طيب دي هل ده بيدي لك طبعا مسؤوليه كبيره في الفتره اللي جايه؟ احنا منتظرين منكم الكثير، مصر ما شاء الله متصدره في الاسكواش. اكيد والله، احنا لعبه الاسكواش الحمد لله بتكبر بشكل كبير، بس للاسف هي لسه ما هيش من اكبر اللعب عالميا، فاحنا بنسعى جاهدا انه الاسكواش توصل تبقى اكبر لعبه في العالم، وان شاء الله نوصل لده، احنا ماشيين على خطه كويسه،
فالحمد لله هم اللعيبه والاتحاد السكواش المحترفين اختاروني ان انا ابقى الواجهه لهذا الموضوع. وطبعا اكبر حاجه ان احنا بنحاول نخش لعبه الاولمبياد، وان شاء الله 2024 عندنا فرصه كبيره. طب كابتن علي، يعني احنا كويسين ما شاء الله جدا في الاسكواش، والشعب المصري بينتظر يعني ميداليات اولمبيه يعني كثيره في الفتره المقبله، ولماذا لا يتم ادراج لعبه الاسكواش داخل الاولمبياد؟ والله اسباب كثيره اكبرهم سياسيا، لانه حضرتك عارف تبقى لجنه اللجنه الاولمبيه الدوليه هي اللي بتقرر، بيبقى في كذا لعبه مقدمه واللجنه الاولمبيه هي اللي بتقرر. طبعا هيقرروا اللجنه الاولمبيه دي مكونه من اعضاء من امريكا من الصين، فبيقرروا الالعاب اللي هم ناجحين فيها. نعم. فاليوم اللي امريكا او الصين او احدى الدول الكبرى هيبقوا ناجحين فيها هيبقى في فرصه اكبر بكتير. احنا الحقيقه في بتاعه 2020 في طوكيو عملنا حمله اعلاميه كبيره جدا، واعتقد عملنا كل اللي علينا ان احنا نخش الاولمبياد، ربنا ما وفقش. بس اللي عايز اقوله لحضرتك ان احنا مش هتقف على الاولمبياد، يعني احنا نقدر نكبر جدا بدون الاولمبياد، وان شاء الله هنفضل نكبر. ولو دخلنا كابتن علي، انت المنافسه ما بينك وما بين انجلترا واسكتلندا، يعني المملكه البريطانيه كلها، وعندك برضو مواجهه كان في باكستان، وكان طبعًا في شرق اسيا، المنافسه كبيره جدا ما بين طبعا نجومنا في مصر وهؤلاء النجوم. طبعًا. يعني طب هي دي احنا الحقيقه يعني شرف كبير جدا ليه ان احنا نبقى متربعين على عرش اللعبه دلوقتي. احنا في افضل عرش على العالم، في 5 مصريين، في السيدات في 4 مصريات، في 8 بطولات عالميه اللي هم بطولات العالم، فردي وفرق ناشئين، فردي وفرق ناشئات، فردي وفرق رجال، وفردي وفرق سيدات، فدول 8. احنا كسبانين 7 من الـ8. ما هو عشان كده مش هنخش اولمبياد يا كابتن علي. بالظبط. ان شاء الله احنا متفائلين. زي ما بقول لحضرتك، لو دخلنا وما دخلناش احنا ان شاء الله هنفضل نكبر، وان شاء الله هنفضل نشرف مصر. طيب كابتن علي، النهارده اكيد لقائك معك السيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني بالنسبه لك حاجه ما هياش عاديه، يعني حسيت بايه وانت داخل بتسلم عليه؟ شرف كبير جدا لينا، يعني زي ما بقول لحضرتك اي رياضي، اكبر شرف لاي رياضي في العالم انه يتكرم من رئيس دولته، فان احنا ناخد وسام من الطبقه الاولى ده شرف ما حدش حد يقدر يتمنى اكتر من كده، ويعني حاجه عمري ما هنساها طول عمري. طب هل طلب منك ان انت تاخد بطوله العالم اللي جايه تكمل؟ هو الحقيقه طلب مننا بشكل جماعي، ان احنا فخور جدا لنتائج 2017، واتمنى ان انا اشوف احسن من كده كمان في 2018. فهي يعني التحفيز المعنوي اهم من اي تحفيز مادي ولا الاعلام، ولا ان يبقى في تحفيز معنوي من اكبر جهه سياسيه في البلد، ده بالنسبه لنا شرف كبير جدا، وهيحفزنا ان احنا نعمل احسن ان شاء الله في السنين القادمه. طب كابتن علي، توعد سياده الرئيس والشعب المصري كله ايه من شاشه قناه النادي الاهلي في 2018؟ والله الواحد يقدر يوعده ما هوش نتائج على قد ما هو ان احنا نجتهد، يعني جهد كبير جدا جدا ان احنا نفضل نحقق النتائج دي. طبعا الباقي عند ربنا، بس احنا هنشتغل جامد جدا، واتمنى ان شاء الله ان احنا نحقق احسن ما حققنا في 2017. كابتن علي فرج، بطل مصر والعالم في الاسكواش، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، والف الف مبروك، وان شاء الله تكمل على نفس المستوى ونفس الانجازات. الاسكواش من الرياضات الجميله الممتعه اللي انتشرت في مصر بشكل كبير جدا، واحنا خدناها من البريطانيين، ودي من الحاجات اللي انت خدت الفكره وطبقتها وعندك المهاره، ان سكواش لعبه فيها مهاره، فيها فن وفيها متعه، وانت بتمارسها، ومن الرياضات اللي حتى بتعمل لياقه بدنيه جميله جدا، وان شاء الله يا رب تخش في الاولمبياد وتم الكسر بقى حاجز ان عشان دوله معينه كويسه في الرياضه الفلانيه لا نبعدها وما ندخلهاش اولمبياد عشان ما تاخدش الانجازات. عايز ارجع سريعا لموضوع نادي الاهلي ومشروع نادي القرن، والصراحه كابتن محمود خطيب يعني مفاجاه كبيره جدا قبل انتهاء هذا العام. نفس الشيء كنا شفنا لقاء النادي الاهلي واتلتيكو مدريد، وديه كانت جميله جدا ومبهجه بالنسبه للشعب المصري، شفنا نجوم كبار زي انطوان جريزمان وزي جاميرو وزي كوكي وزي جابي وزي كاراسكو، النجوم الكبار اللي احنا بنشوفهم كانوا بيلعبوا في فاينل تشامبيونز ليج لعامين متتاليين امام ريال مدريد، ييجو سيميوني، وقد ايه حتى هو كان منفعل جوه المباراه. المباراه الحمد لله تم نقلها من عبر شاشتكم، شاشه قناه النادي الاهلي، واستمتعنا ب
الصراحه الحضور الجماهيري اللي جمهور النادي الاهلي دايما هو اللي بيصنع الحدث. احلى حاجه في الدنيا ان انت تتفرج على جمهور النادي الاهلي وهو مستمتع بنجومه ونهايه عام جميل. النادي الاهلي حقق انجازات كبيره في عام 2017، دولي وكاس ووصل فاينل بطوله افريقيا، ونفس الشيء داخل في بطوله هذا الموسم بطوله الدوري الممتاز بينافس فيها بشكل كبير جدا. دي من الحاجات الجميله اللي استمتعنا بيها مع كل النجوم الصراحه اللي كانوا موجودين في قناه النادي الاهلي، وقدمنا لحضراتكم تابلو فني جميل في طبعا نقل هذه المباراه، وايضا شفنا واستمتعنا بالنجوم الكبار. مع موجود مشروع القرن ومشروع استاد النادي الاهلي انك تنقل نفسك في الناحيه الاستثماريه، ان ايضا كمان انت جمهور النادي الاهلي ان شاء الله هيكون عنده يعني صرح كبير جدا، وهو الاستاد لازم ان هو يحافظ عليه، لازم ينقل الصوره الحضاريه انك بعد كده بقى تشوف دخلت بقى الثالثه شمال وهي في ملعب النادي الاهلي هتكسر الدنيا. الناس كلها انت تتكلم على جمهور بروسيا دورتموند الافضل من افضل جماهير في العالم بسبب الحاجات اللي بيعملوها في ملعب الدورتموند سيجنال ادونا بارك. ادي امام حضراتكم ملعب برج العرب كان حاجه تحفه، منتهى الجمال. لقاء الاهلي والاتلتيكو مدريد استمتعنا به حاجات جميله، وبنشكر كل النجوم العرب اللي جم شاركوا في هذا اللقاء، ايضا نجوم الدوري المصري اللي جم شاركوا معانا في هذا اللقاء، وكان الصراحه لقاء بيربط كده وفي تلاحم عربي داخل قميص النادي الاهلي، والجمهور الصراحه استمتع بالافتتاح اللي كان مبهر للغايه والالعاب الناريه، وحاجه زي ما بنشوفها بره. احنا قادرين ان احنا نقدم نفس المستوى، وان شاء الله جماهير النادي الاهلي في ملعب واستاد النادي الاهلي قدموا لنا كل الحاجات الجميله. ادي كنت بقول لحضراتكم دييجو سيميوني ما كانش جاي عشان نزهه، لا ده كان جاي عايز يستفيد اكبر استفاده ممكنه. الراجل هيرجع على الدوري الاسباني وكان عنده اخفاق في اخر لقاء، وبعد كده رايح ليه ختافي يعني ماتش مهم جدا، فكان مركز ان هو يستفاد، وهو ده الاوروبيين عايزين يستفادوا من كل حاجه هم بيشاركوا فيها. صراحه كانت حاجه جميله جدا في نهايه 2017 لكل جمهور النادي الاهلي. خلينا نروح سريعا على اخبار النادي الاهلي قبل ان اطلع فاصل واستقبل ضيوفي الكرام، ونتكلم بقى بوصف تفصيلي تحليلي لكل مجريات الامور في مباريات الغد وايضا مباريات الجوله 16. 22 لعيب في قائمه النادي الاهلي استعدادا لمواجهه النصر. كابتن حسام البدري اختار 22 لعيب، محمد الشناوي واحمد عادل عبد المنعم ورمضان مصطفى في حراسه المرمى، احمد فتحي وايمن اشرف ورامي ربيعه علي معلول محمد هاني هشام محمد في خط الوسط، معاهم عمرو السوليه واحمد حمدي ووليد ازارو في خط الهجوم، وليد سليمان احمد حمودي اسلام محارب مؤمن زكريا ومروان محسن. بعد 11 شهر يخش مروان محسن مرة أخرى في قائمة النادي الأهلي. أمام حضراتكم شايفين القائمة، أحمد الشيخ وأحمد ياسر ريان وباكا أو باكامانيا الجنوب أفريقي مع ميدو جابر وباسم علي. المواجهة الأبرز طبعا والحاجة الأبرز داخل هذه القائمة هو دخول مروان محسن مرة أخرى بعد 11 شهر. مروان من اللعيبة الجمال من الفراودة اللي عندها امكانات كبيره جدا، كان اساسي في منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه، والاصابه اصابه الرباط الصليبي اللعينه اللي ابعدته. خلينا نتكلم ان مروان محسن الدكاتره في المانيا هم اللي حددوا هذا يعني او الوقت هذا الوقت للاستشفاء والعوده مره اخرى بكامل لياقته البدنيه، ده هو كلام الدكاتره الالمان. في ناس بتقول لك طب ما في لعيبه بيجي لهم صليبي ويجيكوا بعد 3 شهور، كل لاعب بيفرق عن التاني، مش كل واحد عنده نفس الاربطه ونفس الانسجه ونفس الانقباض العرضي. الموضوع كبير وفي علم وفي دراسات في هذا الشان، فمروان محسن خد راحته وخد كفايته حتى يعود مره اخرى. بدايه كانت مبشره في لقاء الاتلتيكو، وصراحه في تمرينات النادي الاهلي تمرين الامس والتمرين اليوم كان بيشارك بقوه كبيره جدا وكان بيحرز اهداف، عشان كده كابتن حسام بدري كافئه بان هو دخله في قائمه الفريق. خلينا نكمل ان الاصابات بقى بطبعه نجم الفريق طبعا عبد الله السعيد، حسام عاشور بسبب الاصابه، حسام عاشور عنده العضله الضمه، ايضا عبد الله السعيد كان واخد حقنه ويحتاج الى الراحه، اجهاد عام كبير جدا للاعب عبد الله السعيد. وقال طبيب الفريق طبعا ان عاشور لا يزال يؤدي برنامجه التاهيلي للتخلص من اجهاز العضله الضمه حتى يتم تجهيزه في المرحله المقبله. ايضا خلينا نقول ان كان في حضور النهارده من كابتن محمود خطيب لتمرين النادي الاهلي عشان يدي بعض الدعم للاعيبه النادي الاهلي، وكان شارك جونيور اجاييه المحترف النيجيري اللي عاد
من الأجازة القصيرة اللي خدها في نيجيريا لينتظم فيها التدريبات الجماعية. وبالتأكيد طبعا أجايي كان حابب أنه يحضر أجازة طبعا أعياد الميلاد في نيجيريا مع أسرته. خلينا نتكلم على تصريحات بقى كابتن سيد عيد المدير الفني لفريق النصر اللي قال ان مواجهة الاهلي هتكون صعبة للغاية امام افضل فريق في مصر وفي افريقيا وعنده افضل العناصر، وقال ايضا ان النصر هيقدم اداء قوي ومش هيكون سيد سهل حتى يؤدي الفريق حاليا بشكل جيد وقوي، لكن هو بس مشكلته في التوفيق. وكلم عن غياب نجوم النادي الاهلي زي عبد الله السعيد وقال ان الاهلي لا يتأثر بغياب اي لاعب سواء عبد الله السعيد او عاشور، ولكن تعليماتي للاعبي النصر هي التركيز الشديد في تطبيق الواجبات المطلوبة. تصريحات تعتبر واقعية إلى حد كبير جدا بالنسبة لفريق هيواجه النادي الأهلي. النادي الأهلي طبعا زي ما هو قال ومن غير طبعا كابتن السيد عيد يوجه إلى هذا، النادي الأهلي نادي القرن وهو فعلا على أعلى مستوى سواء محليا وأفريقيا. خلينا أيضا نقول أن كابتن طارق يحيى مدير الفني الجديد لبتروجيت، وتستمر حالة تغيير المدربين الشديدة اللي في الدوري الممتاز. نادي بتروجيت بيخش في هذا الأمر هو آخر، وكان معاه كابتن أحمد عبد الفتاح أيضا، وكان في النهارده جلسه تعارف ما بينه وبين رئيس النادي المهندس خالد عبده واحمد فهيد نائب رئيس النادي، وجت الجلسه في حضور حماده انور مدير الكره والجهاز الفني مدحت عبد الهادي والمدرب العام وايضا كابتن احمد عبد الفتاح بمنصب المدرب المساعد، وبنتمنى لهم التوفيق وايضا كل التوفيق للكابتن محمد يوسف احد من المدربين الكبار في الكره المصريه، ولكن هذه هي حال كره القدم. اطلع فاصل واستقبل ضيوفي الكبار كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن شريف عبد المنعم وايضا كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن ربيع ياسين. اوعى تروحوا بعيد عشان النادي الاهلي حديث.